هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة لسه في ارتفاع في درجات الحرارة، وأن الطقس هيكون شديد الحرارة ورطب نهارا على أغلب الأنحاء، كمان حار رطب على السواحل الشمالية. بالليل الجو هيكون مائل للحرارة على أغلب الأنحاء ومعتدل على السواحل الشمالية. خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. يا صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك. اهلا بحضرتك. كلنا بنتساءل، يعني احنا خلاص عرفنا الجو حر اعلى من معدلاته الطبيعيه، في رطوبه، السؤال بقى اللي بيطرح نفسه، الموجه دي هتخلص امتى؟ السؤال اللي منا طرحته عليا النهارده قلت لها الاجابه عند حضرتك. طب خلينا نبدا باجابه السؤال. ان شاء الله مع نهايات هذا الاسبوع هتبدا تنخفض قيم درجات الحراره، هي انخفاضات طفيفه عن المعدلات الطبيعيه، او مش عن المعدلات، عن الايام دي بحوالي من درجتين لثلاث درجات. ده بسبب وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا هيساعد على انخفاض قيم درجات الحراره. متوقع من الجمعه اللي جايه ان شاء الله تكون العظمى على القاهره الكبرى 36 درجه مئويه. فاحنا بنقول انخفاضات طفيفه في قيم درجات الحراره لان لسه هيستمر معانا وجود نسب رطوبه في الجو، وكلنا عارفين ان نسب الرطوبه تخلينا نحس بقيم درجات حراره اعلى من اللي احنا طبعا بنقولها بحوالي من درجتين لثلاث درجات على حسب نسب الرطوبه. لكن اليوم وحتى نهايه هذا الاسبوع لسه مكملين في الموجه شديده الحراره، مكملين في قيم درجات الحراره اللي تعتبر اعلى من المعدلات الطبيعيه بحوالي من درجتين لثلاث درجات، نتيجه طبعا تاثرنا بامتداد منخفض الهند الموسمي اللي معاه كتل هوائيه شديده الحراره بتمر على البحر المتوسط، فبتحمل بكميات كبيره من بخار الميه، فده بيؤدي لارتفاع نسب الرطوبه بشكل كبير وايضا ارتفاع قيم درجات الحراره. وذروه هذه الموجه كانت بالامس، احنا بالامس سجلنا عظمى على القاهره الكبرى في الظل 39 درجة مئوية، وحسيناها لو تكون 41 أو 42 نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة. صح. اليوم أيضا مكملين في الارتفاعات، والعظمى على القاهرة الكبرى متوقع هي تكون 38 درجة مئوية خلال فترة النهار، طبعا زي ما بنقول دايما في الظل، محسوسة هتكون ما بين 40 و41 درجة مئوية نتيجة طبعا نسب الرطوبة. نسب الرطوبة بترتفع وبتكون على الأماكن الساحلية تتجاوز 90 و95% في سواحلنا الشمالية، وبتكون دي الأعلى في نسب الرطوبة. القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ما بين 80 ل85%، وعظمة الرطوبة بتكون فترات الليل. فعشان كده طقس النهاردة هيكون طقس شديد الحرارة رطب خلال فترة النهار في معظم المحافظات الداخلية، طبعا القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال وجنوب الصعيد. محافظات الصعيد بتكون هي الأكثر تأثرا طبعا بارتفاع قيم درجات الحرارة، وبتكون العظمى فترة النهار في محافظات الصعيد 44 ل45 درجة مئوية. على العكس سواحلنا الشمالية واللي هي رغم الارتفاعات في قيم درجات الحرارة بتكون هي الأقل في محافظات الجمهورية كلها، أجواءها بتكون أجواء حارة رطبة فترة النهار. في فترة الليل مع الغياب التام لأشعة الشمس أكيد بيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة، لكن فترة الليل بتكون عظمة الرطوبة، فبالتالي أجواء فترة الليل هتظل أجواء مائلة للحرارة رطبة في معظم المحافظات الداخلية، ما عدا طبعا سواحلنا الشمالية أجواءها معتدلة فترة الليل. كمان طبعا الشبورة المائية لأنها أصبحت ظاهرة جوية مؤثرة احنا شفناها كلنا النهاردة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، شبورة مائية طبعا بتؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية فترات الصباح الباكر، لكن هي سرعان ما بتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، يعني احنا تقريبا من الساعة 8 صباحا تدريجيا الشبورة المائية هتتلاشى، الرؤية الأفقية هتتحسن على أغلب الطرق، ساعة بالكثير والشبورة المائية إن شاء الله تختفي من على أغلب الطرق. كمان في بعض فترات المساء ساعات الليل بيكون عندنا نشاط نسبي للرياح، وجود نشاط للرياح فترة الليل يحسسني بنسب رطوبة أقل، فبالتالي ممكن يساعد إن أنا أحس بانخفاض قيم درجات الحرارة في ساعات الليل أو في فترات المساء، لكن مش بالشكل الكبير لأن نشاط الرياح اللي عندنا مش قوي بالشكل الكبير، لكن هيكون مثير لبعض الرمال والأتربة أو بعض الأتربة كمان المنقولة ممكن نلاقيها في أقصى جنوب البلاد، فأنا أبو سمبل في حلايب وشلاتين نتيجة طبعا وجود السحب الرعدية في دولة السودان. احنا طبعا خلال الايام اللي جايه زي ما قلنا في الاول مستمر معانا ارتفاع قيم درجات الحراره،
امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا هيساعد على حبس الرطوبه في طبقه قريبه من سطح الارض، فبالتالي ده هيساعد ان احنا نحس اكثر بارتفاع نسب الرطوبه. وزي ما اكدنا في بدايه المداخله ان احنا مع يوم الجمعه اللي جايه ان شاء الله يحصل انخفاض طفيف في قيم درجات الحراره في معظم المحافظات الشماليه، لكن بناكد ان هو طفيف نتيجه وجود نسب رطوبه في الجو. كمان ننوه مع حضراتكم، يمكن احنا بدانا في نشراتنا كمان ننوه ان هيكون عندنا فرص لسقوط الامطار من بكره الثلاثاء ان شاء الله على مناطق من اقصى جنوب البلاد، والامطار دي ممكن تكون امطار رعديه ويصاحبها طبعا رياح هابطه تؤدي لاثاره الرمال والاتربه، لكن هي امطار في اقصى جنوب البلاد يعني عند ابو سمبل حلايب شلاتين غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه، مش هتاثر كمان على المحافظات الشماليه، يعني فرص الامطار مش موجوده في الوجه البحري او في القاهره الكبرى او السواحل، هي فقط تنحصر في اقصى جنوب البلاد نتيجه ارتفاع الحزام المداري او الفاصل المداري اللي هو السحب الرعديه المسببه للامطار في المناطق الموجوده في منابع النيل السودان واثيوبيا. الفاصل المداري ده بيتذبذب في فصل الصيف شمالا في شمال السودان، فبيؤدي ان احنا يكون عندنا في اقصى جنوب جمهوريه مصر العربيه فرص للامطار الخفيفه واللي ممكن تكون رعديه احيانا. تاني نقول لكل الساده المواطنين ان كل قيم درجات الحراره اللي احنا بنقولها اذا كان مقاسه او حتى محسوسه فهي في الظل، تعرضي لاشعه الشمس المباشر خلال فتره النهار وتحركي تحت اشعه الشمس اكيد هيخليني احس بقيم درجات حراره اعلى كمان من اللي احنا بنقولها. فعشان كده تاني هناكد عليهم ان احنا لازم نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس في فترات الظهيره تحديدا من الساعه 12 الظهر لحد الساعه 4 5 العصر، لان فتره شده الاشعه الشمس بتكون عاليه بشكل كبير وبتسجل قيمه درجه الحراره العظمى. لو اضطرينا نبقى موجودين في الشارع فيفضل طبعا يكون معانا غطاء للراس يحمينا من اشعه الشمس شمسيه او كاب. مهم كمان عدم الوقوف تحت اشعه الشمس فترات طويله، لازم اغير درجه حراره جسمي باستمرار. مهم كمان الملابس بقدر الامكان تكون قطنيه في قاده فاتحه في اللون، اتناول طبعا قدر كبير من المرطبات والسوائل واهمهم الميه، بس الميه يفضل تبقى موجوده في ايدي على مدار اليوم، واتواجد في اماكن جيده للتهويه، ده ممكن يساعد ان انا احس بنسب رطوبه اقل وقيم درجات الحراره اقل، لان الموجه دي كانت كمان طويله معانا بشكل كبير، هي بدات معانا يوم الاربعاء الماضي ومستمره معانا لنهايات هذا الاسبوع، هي كانت طويله بشكل كبير تقريبا 10 ايام او اكثر. تقريبا تجاوزت ال 10 ايام من استمرار ارتفاع قيم درجات الحراره فتره طويله، ده ممكن ياثر عليا بشكل سلبي، فلازم بس اخد احتياطاتي بقدر الامكان. بنشكر حضرتك دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه، واكيد اكيد نصائح مهمه جدا بتقدمها لنا هيئه الارصاد الجويه، يا ريت نتبعها. دلوقتي تعالوا مع بعض نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده في القاهره وفي المحافظات. متوقع ان العظمى تكون في القاهره 38 والصغرى 29 والعاصمه الاداريه 39 28، الاسكندريه 34 25 والعلمين الجديده 33 25، مطروح 31 24، دمياط 32 27، بورسعيد 33 27 والاسماعيليه 39 25، اما السويس 38 27 والعريش 36 26. كاترين متوقع العظمى فيها توصل 34 والصغرى تكون 20 وطوبة 39 28، حلايب 37 31، شلاتين 42 30، شرم الشيخ 41 30 والغردقة 42 31، الفيوم 39 25، بني سويف 40 25، الوادي الجديد 45 24 وأسيوط 41 27، سوهاج 42 27 وقنا 43 28، الأقصر 43 28 أيضا، وأسوان 45 30. ودي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة طبعا مع تفاصيل الطقس ونصائح هيئة الأرصاد الجوية. دلوقتي عودة مرة تانية لمحمد ومنى ومتابعة فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هلا. شكرا.